لكينا نحن رجعنا لكم مشاهدينا، بدنا نخبركم حطينا بصل، زيت نباتي، ثلاث حصص ثوم مدقوقين، حطينا شوية تشيري توميتوز مقصوصين لاثنين، حطينا حمص مسلوق وحطينا كمون. هلا رح نعمل رشة ملح صغيرة. اوكي. نحن طفينا هلا النار عنهم، ما بدنا اياهم يستووا كثير ستيف. نعم. سو رح نطفي النار لا لما تكون لأنه ما يكونوا يخني. مطبوخين او يصيروا مثل اليخنه بدنا سلطه. كمون ملح وفينا نحط كمان شويه حار، ما رح نحرحر كثير اذا كان عندنا اولاد، نحن هذا الحار صار اوبشنال قد ما نحن بنحب بنحط. اوكي. سو هدول خلصوا، هدول رح يشكلوا طبقه من طبقات السلطه تبعيتي، رح حطهم شوي صغيره ليفتروا وابدا باللايرز باللايرز بالطبقات تبعيت السلطه تبعيتنا. بدنا نسرع شوي. يلا. يلا. شو؟ رح ابدا بالبطاطا. بالبطاطا. اوكي. مع زيت زيتون، مش ضروري تعيروا زيت زيتون، رح تبلشوا تقريبا ربع فنجان من الزيت زيتون لمقدار كيلو من البطاطا. رح بلش اني احط زيت وبيف هيك. لا سبا اون فالي فير افيك لا مان، رح نحملهم بالايد. اوكي. لحتى يكونوا اسرع. ونضيف عليهم بقدونس مشان المنظر مشان الشكل. اوكي. رح نمعصهم بايدنا، هن البطاطا مجرد انها كانت مسلوقه معصنيهم بالشوكه. اوكي. لحتى صاروا بيري شوي صغيره، وهلا رح نحطهم كاول كوش بقلب ال فوالا بقلب المول لو سمحتي. اوكي. رح نستعمل سيركل، فيكم تستعملوا حيلا شيء، إذا ما عندكم هيدا السيرك، عندكم يلي بينعمل فيه تشيز كيك بالبيت، ما بيمنع إنه تستعملوه. إكسكيوز مي بس إلي، أنا عم فوت بالكاميرا تبعك. بليز ستيف. هلا اليوم أد دوكان ستيف. سو بإيدينا رح نجرب نبلطح مثل ما بقول. أوقات الكلمات صعبة إنك تلاقيهم صح، وخاصة بالعربي صعبين أكيد. من بهيدا أول طبقة من طبقة السلطة تبعيتنا. أوكي. تاني طبقة اكسكيوز مي ستيف، باذنجان مشوي. باذنجان شويناه هون بالفرن كيوبس. مع كيوبس، حطينا عليهم شوية زيت زيتون وأوريجانو وملح، رح يشكلوا الطبقة الثانية من السلطة تبعيتنا. فوالا. ثانكس. بعد عنا أربع دقايق. يلا. تاني طبقة رح تيجي ديركتومون يلي قبل عملناها. اوكي. يلي هن البصل والبندورة والثوم. اكسكيوز مي ستيف بس ممكن. هيدي صارت تاني طبقة. هيدي صارت شيء كثير طيب. اكسكيوز مي ستيف، بدي انا اليوم ستيف على اهلكها، انا كل شوي بقول لها كانه ستيف هي عم تشتغل اليوم سو شيف. اي انا سو شيف اليوم. وانا اي شيف ما شاف ماشي قدام مارون شديد وكل الشيفيه اللي عندكم اياهم. بون هلا رح نبعث لهم تحيه كبيره. انا هون قصيت بصل جوانح، رح ضيف عليك سما معدل تقريبا ملعقتين كبار من السما. اوكي. زيت زيتون صغير، رشه صغيره بس لحتى ينمزجوا بسهوله مع بعضهم. رشه ملح. فوالا. وشويه نعناع يابس. معدل ملعقه صغيره من النعناع يابس. عم نشم ريحه لبنان. يس. والوان لبنان. والوان لبنان، اه. مش معقول السلطات اللي نحن بنعملهم شو هيلثي وشو طيبين. يا ريت اولادنا بيرجعوا على مثلا في امور كثير نحن وصغار ما كنا ناكلهم. صح. بس هلا صرنا بنعمل كويزين مثل ما بيقولوا كويزين ليبانيز ريفيزيتي، يعني عم نهين ونسهل الامور على طريقتنا. على طريقتنا. بون هيدي البصل يلي شكلت هلا بعتقد رابع مرحله. ليه؟ نحن عم نحكي عربي يا ستيف. ايه. سو شكلت رابع طبقة من السلطة تبعيتنا. فوالا. كمان مرة رح جرب اعمل ضغط على المول تيكونوا يتجمعوا كلهم سوا. ستيف بشكرك لأنه عم بتكوني موس أهلا وسهلا فيكي جريس. ثانك يو. سو هلا بالنسبة لنا انتهينا من كل الطبقات، رح حط آخر طبقة يلي هي بتشكل البقلة. سوري
رح نشيل هدول هلا بعدين نرجع نظبطهم نحن على الهواء تحت الهواء. سوري هلا عم بشتغل بلا كفوف لانه صرنا بمرحله بس بدي من بعد ما حطينا البقلي رح نضيف عليهم الفجل المفروم. رح افرم هدول الفجلات دويرات معمولين فوالا دي ترانش. قد ايه معنا وقت ستيف؟ معنا وقت بعد؟ دقيقة. يلا اولموست خلصنا. رح ننتهي من كل شيء. واخر مرحلة هي مشان النظر الرمان. رح ضيف شوية رمان مشان صحتنا كمان. كثير منيح هذا انتي اوكسيدون. صح. اوبس نزلوا هون ب مش مشكل. شو حلوين. هلا بالتيستينج بدنا نشوف الصور يلي بتعمليهم. شو هلا أكيد لانه كنا عم نتفرج على السلطه ما كان عندنا وقت. جريس عندنا هلا وقفه وبنرجع نحن بنلتقي فيكم بتيستينج. ثانك يو.